أصدرت محكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة حكما بالإعدام على فداء كيوان من مدينة حيفا تبلغ من العمر 43 عاما، وذلك بعد إدانتها بحيازة مخدرات بكمية تعتبر للمتاجرة وفقا للقانون الإماراتي. بدوره قام المحامي الموكل بالدفاع عن المدانة من حيفا بتقديم استئناف لتخفيف الحكم وتحويله إلى حكم بالسجن. ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن المتهمة من حيفا والتي تمتلك استوديو للتصوير كانت قد اعتقلت يوم 17 من مارس آذار من العام الماضي بعد أن وصلت إلى إمارة دبي تلبية لدعوة عمل من قبل فلسطيني، وأقامت في منزل تم تحضيره مسبقا لأجلها. وبعد أسبوع من وصولها إلى دبي تم العثور على نصف كيلوغرام من المخدرات بعد تفتيش المنزل، وادعت السيدة أن المخدرات ليست لها. من جانبها أفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية بأن الموضوع معروف لها وتتم معالجته. من جانب آخر، بادر عضو الكنيسة رئيس القائمة المشتركة أيمن عودي إلى الاتصال هاتفيا برئيس الدولة يصحاك هرسوغ ووزير الخارجية يائير لبيد بخصوص قضية السيدة من حيفا. وصرح عودي بأن القائمة المشتركة تعمل مع كافة الجهات المعنية من أجل إلغاء هذا الحكم. للحديث عن هذا الملف ينضم إلينا في بث حي ومباشرة من سخلين المحامي يوسف شعبان المختص بالقانون والعلاقات الدولية. أهلا ومرحبا بك أخ يوسف. أهلا وسهلا بك ولجميع المستمعين والمشاهدين. في البداية نريد أسألك، وفقا للمعطيات الواردة من الإمارات، هل برأيك هناك فرصة أن يقبل الاستئناف لمنع إعدام السيدة من حيفا؟ بداية بدون الخوض في حيثيات والملف المذكور، أريد أن أذكر بأن الكمية المذكورة هي كمية تعتبر جنائية وتجارية وليست للاستعمال الذاتي، ولكن برأيي هنالك فرصة لاستئناف للمحكمة العليا، وذلك نسبة للكمية التي تعتبر ليست كبيرة، وهي تعتبر في الملفات الجنائية في موضوع المخدرات هي كمية قليلة، ولذلك أرى أنه من المناسب أن يقوم المدعي أو الموكل بتقديم استئناف حالا، وذلك من أجل إبطال حكم الإعدام، لأنني أرى أن حكم الإعدام هو مبالغ به في كمية المخدرات أو في الكمية المذكورة. طبعا للمعلومات، قياسا في إسرائيل مثلا هذه الكمية ما حكمها هنا في البلاد؟ نحن نتحدث على كمية التي يتجاوز السجن فيها من 3 إلى 10 سنوات. أيضا في أوروبا وفي جميع الدول الأوروبية الكمية المذكورة السجن عليها من 3 سنوات حتى 10 سنين. إذن ما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها الآن لمساعدة هذه السيدة؟ في الوقت الحالي يجب على العائلة أن تقدم استئناف كما قلت فورا، وأن يكون هنالك تدخل من وزارة الخارجية ومن رئيس الدولة، وكما كان هنالك طبعا قضية نعامة التي سجنت في روسيا، تم التدخل من هذه الأطراف وتم إطلاق سراحها. لذلك على العائلة أن تقوم بالإسراع في الجهات المعنية والجهات الوزارية والخارجية بأن تتدخل في هذا الموضوع من أجل الإسراع قبل فوات الأوان من حكم الإعدام. المحامي يوسف شعبان، هل ترى أن مثل هذا الملف يمكن أن ينتهي بصفقة ما؟ برأيي بما أن العلاقة بين البلدين هي علاقة طيبة وعلاقة ممتازة، هناك عدة اتفاقيات أبرمت بين الطرفين الإماراتي والإسرائيلي، ولذلك برأيي إذا كان هنالك في تدخل ممكن أن تكون هنالك صفقة
وهي إبطال حكم الإعدام واستبداله بالسجن الفعلي، أو ممكن أن يكون هنالك إطلاق سراح هذه الفتاة وعودتها إلى البيت كما فعل بنيامين نتنياهو مع نعامة في موسكو قبل سنتين. طبعا أريد أن أسأل، يعني العلاقات الطيبة الآن بين إسرائيل والإمارات يمكن أن تساهم في حل هذه المشكلة، أو أن ربما تكون هناك حدوث مشكلة دبلوماسية بين إسرائيل والإمارات؟ إذا كنا نتحدث عن أشياء التي تخص القضاء والمحاكم، في معظم دول العالم لا يوجد هنالك تدخل. في برأيي حتى لو لم يبطل القرار الحالي، الأمر لن يسبب أي حدوث أو خلل في العلاقات بين البلدين، وستستمر العلاقة بين البلدين كما هي، ولا يوجد أي تأثير لهذه القضية بين البلدين. إذن كيف تقرأ طلب رئيس القائمة المشتركة أيمن عودي من رئيس الدولة هيرتسوغ ووزير الخارجية لبيد التدخل؟ هل بالفعل أنت ترى أنه بإمكانهما فعل شيء ما في هذا الموضوع؟ أرى أنه طلب ممتاز على وزارة الخارجية ورئيس الحكومة والسفارة الإسرائيلية التدخل بشكل سريع لهذا القرار الذي يعتبر قرار مبالغ فيه. نحن نتحدث عن حكومة الإعدام، لكن بنفس الوقت نحن نعلم بأن هنالك الكثير من الإعدامات أو قرارات بالإعدام بالنسبة لملفات شائكة والتي تخص طبعا في تجارة المخدرات، لأن الدول أو معظم الدول وخصوصا دول الخليج يعتبرون ملف المخدرات هو ملف لتدمير العائلة ولتدمير الأسرة. فبرأيي على جميع المؤسسات التي ذكرتها مثل رئيس الحكومة والسفارة ورئيس وكل وجميع الجوانب أن يتدخلوا بأسرع وقت، فبرأيي نعم سيثمر نتيجة إيجابية. المحامي يوسف شعبان، هل يجب على رئيس الدولة أن يتدخل شخصيا، خصوصا وأنك كانت هناك أمر مشابه بالنسبة لعائلة فاكنين في تركيا وتدخل رئيس الدولة ساهم في حل الموضوع وأطراف أخرى؟ تدخل الرؤساء في قضايا مشابهة طبعا نحن لا يجب أن نشابه كل ملف بملفه الآخر. باعتقادي تدخل رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو السفارة الإسرائيلية في هذا الملف سيؤتي بنتيجة إيجابية ومثمرة. سؤالي الأخير عن أبرز القضايا التي يجب أن يراعيها أي سائح من البلاد حين يزور دولة أخرى، هل يجب أن يتعرف على قوانينها قبل أن يقدم على أي عمل؟ برأيي نعم، على كل مواطن وخصوصا وأذكر بالذات في الآونة الأخيرة تم صياغة قانون ليسمح الكنابس النقب في استعماله بدون إجراءات جنائية، ولكن في خارج البلاد موضوع الكنابس الطبي حتى لو يوجد ترخيص طبي يمنع، أو الدول الأوروبية لا تعترف في هذا التصريح الطبي. لذلك من المفروض كل شخص حتى لو كان معه ترخيص طبي عليه أن يكون متأكد من السفارة الإسرائيلية أو السفارة الخارجية ليتأكد عند دخوله أي دولة إذا كان له مسموح بأن يستعمل المخدر الطبي أم لا. فلذلك من المفروض كل شخص أن يحترم قانون الدولة التي يدخل فيها، ولذلك يجب عليه الانتباه جيدا لمثل هذه الأمور. شكرا لك المحامي يوسف شعبان، محامي مختص بالقانون والعلاقات الدولية، تحدثت معنا من سخنين، شكرا لك.
شكرا لك ولجميع المستمعين.